السلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من بين قوسين نناقش فيها فكرة الحجر الصحي، ما هو وكيف يكون. مع انتشار فيروس كورونا في دول العالم كانتشار النار في الهشيم، تداعت الحكومات لاتخاذ جملة من التدابير الوقائية لتجنب الوباء أو على الأقل للحد والتخفيف من تأثيراته. فبالإضافة إلى إيقاف السفر بين البلدان، أصدرت بعض الحكومات قرارات تقيد حركة الناس، وأوقفت أنشطة الرياضة وأغلقت دور العبادة والمطاعم والمقاهي وغيرها. في اليمن يبدو الوضع مختلف تماماً، وأغلب الناس لا يكترثون بالوباء وخطورته في حال انتشر لا سمح الله. لا تزال التجمعات الدينية والأعراس والأسواق في شكلها الطبيعي في الغالب عدا بعض المناطق، الأمر الذي يعكس بالضرورة مستوى الوعي من منطقة لأخرى. بالتوازي اتخذت السلطات الصحية إجراءات وتدابير معينة في سبيل التصدي للوباء، إلا أنها بحسب مراقبين لا ترقى للتحدي الحقيقي والخطر المحتمل أن يحدث في قادم الأيام. هوة واسعة بين ما تقرره الجهات المعنية وبين الوعي الشعبي السائد، وثمة تحديات كبيرة لعل أهمها ما يتعلق بقناعة الناس بضرورة الحجر الصحي وكيف يمكن تطبيقه في مجتمع يغلبه الفقر. نناقش ذلك مع ضيوف الحلقة لمعرفة الكثير من التفاصيل المتصلة بما ينبغي فعله في مواجهة جائحة كورونا. إذن مشاهدينا، قبل أن أرحب بضيوفي وأبدأ معهم، نذهب لنشاهد هذا الاستطلاع من محافظة تعز، نتابع سويا. أتمنى كذلك أن يلزم كل مواطن الإجراءات التي اتخذها السلطة المحلية أو مكتب الصحة في تعز أو في اليمن بشكل عام، أنه يلزموا بيوتهم، يلزموا منازلهم، عدم الذهاب الى الاسواق بكثره، عدم التجمعات، اخلاء الاسواق، اخلاء توقف الدراسه في الجامعات، في المدارس، في الكليات، في جميع الارجاء. واتمنى كذلك وفكره اتخاذ حجر صحي في اليمن وخاصه في تعز، عدم توفر الاماكن المتاحه للحجر الصحي. وكذلك نتمنى من السلطه المحليه اتخاذ الاجراءات او اتخاذ حجر صحي من هذا الوقت قبل حدوث فيروس كورونا في اليمن. واتمنى اتخاذه في اماكن منعزله عن المواطنين بشكل عام، ان يكون في منطقه ريفيه او في منطقه منعزله بشكل عام عن المدن. من الجيد ان يلزم الناس منازلهم في هذا الوضع، يعني حذرا من تفشي هذا الوباء، ولكن كحجر صحي في اليمن لا اعتقد انه حلا مناسبا، لان البعض يخرج في الصباح ليشتغل بقوت يومه، أما في السلطات الأخرى في الدول الأخرى فقد تم توفير لهم ولمنازلهم كافة متطلبات المعيشة الأساسية على وجه يعني الخصوص. أما في تعز أو في اليمن عامة فلا أعتقد أن الحجر الصحي حلا مناسبا، إلا إذا تكفلت السلطات المحلية والسلطات المعنية بتوفير اللازم للأسر التي لا تملك أدنى مستويات المعيشة والقوت اليومي. هناك إجراءات صحية يتخذها أو يقوم مكتب الصحة بالإعلان عنها في المحافظة أو ما أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية، من حجر صحي ومن وقاية صحية يجب على المواطنين أن نلتزم بها، لأنها هي بالأول والأخير هي مصلحة لنا نحن المواطنين، انه نحافظ على انفسنا، نحافظ على اسرنا، نحافظ على مجتمعنا من ان يكون نظيف من هذا الوباء، بالتزامنا بتعليمات مكتب الصحه، التزامنا بالتعليمات الصحيه، التزامنا بالنظافه بشكل يومي وبشكل مستمر، اكثر من غسل اليدين بالماء والصابون بشكل متواصل، الحفاظ على انفسنا وعلى المجتمع ايضا من خلال عدم الملامسة، عدم المصافحة. الحجر الصحي هو الشيء الوحيد الذي ممكن يقيم المجتمع بأسره من انتشار فيروس كورونا، يعني الحد من انتشار فيروس كورونا. ما قدرناش يا راجل للقمامة اللي موجودة داخلة البلاد. القمامة اللي موجودة داخلة البلاد يعني غرقنا، البلالع غرقنا فيها، إذا ما أصبناش بكورونا ممكن نصاب بالقمامة والبلالع
ايش من حق صحي؟ الضروري نضرب الاحتياط من التوعيه لداخل البيت نفسه، وبالنسبه للكمامات والقلفزات والمعقمات ارتفع اسعارهم بشكل غير طبيعي. ارتفع سعر الكمامات من 800 ريال باكت الى 5000، والقلفزات ارتفع سعره من 1200 الى 1000. إذا نبدأ النقاش، وأرحب بضيفي عبر الأقمار الصناعية من تعز الدكتور فتحي شمسان منسق برنامج مكافحة العدوى. مرحبا بك دكتور، وأسعد الله مساك بكل خير. دكتور هل تسمعني؟ نعم. إذا يبدو أن الاتصال سقط بالدكتور فتحي. مشاهدينا ريثما يجهز الاتصال، نشاهد أيضا استطلاع آخر من محافظة مأرب يتحدث فيه الناس عن مخاوفهم من قدوم هذا الوباء ووصوله إلى اليمن. نشاهد هذا الاستطلاع من مأرب سويا. فهم الناس السائد الحجر الصحي أنه عبارة عن كمامات فقط، لبس الكمامات، ولا يفهمون أن الحجر الصحي أهمية الحجر الصحي أهم نقطة في الحجر الصحي هو عدم اختلاطهم بالناس وخروجهم إلى الشارع والأسواق إلى تجمعات القات إلى أيضا حتى إلى المساجد أو المدارس أو الجامعات، لأن الشعب اليمني بطبيعته شعب اجتماعي يحب الاختلاط ويحب أيضا المصافحة، كثر المصافحة والسلام، ولا يمكن أن يرد المصافحة كذلك. ولذلك نتمنى من الجميع عدم الاختلاط وللحذر كذلك، لأنه لم يظهر إلى الآن فيروس كورونا في اليمن، لكن من باب الحيطة والاحتياط إن شاء الله. نص الناس بعد من الاختلاط أو الازدحام الكثير خوفا من انتشاء الإصابة، الآن لم تظهر أي إصابة الحمد لله. فأيضا نحن في اللجنة بدأنا نكثف جهودنا من النزول إلى المجمعات السكانية، إلى المعسكرات، إلى المساجد، إلى المدارس، إلى الجامعات، على أساس أنه كيف نقي الناس. أما الآن الحمد لله زي ما قلت لكم الأمور بخير، وإحنا في اليمن إن شاء الله درجة الحرارة عندنا اللي نبشر الناس أن درجة الحرارة عندنا مرتفعة إن شاء الله، إن هذا الفيروس لن يظهر إن شاء الله في اليمن. للآن أمورنا بخير والحمد لله رب العالمين. الحجر الصحي من فيروس كورونا لازم المواطنين ينتبهوا لهذا الشيء، البقاء في البيوت لمدة 15 إلى 19 يوم، لأنه الدول العظمى عجزت أمام هذا الفيروس رغم إمكانياتها الهائلة، فما بالك نحن في اليمن بإمكانيات بسيطة ووضع حرب ونزوح وما إلى ذلك. فنرجو من المواطنين التعاون معنا كجانب طبي والالتزام بالحجر الصحي والنظافة الأيدي وعدم المصافحة وعدم الاستحام، بالذات أسواق القات بتكون يعني مشكلة وعائق كبير أمام هذا الفيروس، ونسأل الله السلامة. دعنا نقول بصراحة، كثير من المواطن اليمني يتساءل كيف لنا أن نبقى في الحجر الصحي والحكومة أو الدولة لم تقم أو توفر مقومات البقاء في الحجر الصحي. لأن المواطن يتساءل، أنا إذا بقيت في الحجر الصحي هل سيتوفر لي الراتب؟ هل سيتوفر لي مقومة البقاء في هذا الحجر حتى ينتهي هذا الوباء؟ لذلك كثير من اليمنيين لا يأبهون لكورونا، تجدهم في الأسواق، تجدهم في الطرقات، في الشوارع، في الأماكن العامة، كل يذهب إلى عمله وكأن وباء كورونا غير موجود، بسبب أن المواطن اليمني مثل ما قلت لا يستطيع أن يبقى في منزله، فمقومات البقاء في المنزل غير موجودة. إذا بقي في المنزل معنى ذلك أنه سينقطع عن عمله، سينقطع عن ضروريات حياته، ولن يستطيع أن يوفر ضروريات الحياة التي ينبغي توفرها في حال بقائه في الحجر الصحي. إذا مشاهدينا هذا كان استطلاع من محافظة مأرب، ونذهب الآن لضيفنا عبر الأقمار الصناعية، أصبح جاهزا الآن من تعز الدكتور فتحي شمسان منسق برنامج مكافحة العدوى. دكتور مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا، حياك الله دكتور. يعني دكتور نتحدث اليوم عن جائحة كورونا التي اجتاحت العالم بأكمله، وما زال الحديث حتى الآن عن خلو اليمن من هذا الفيروس. يعني دكتور بحسب ما لديك من معلومات رسمية وأنت يعني جهة مختصة أمامنا، يعني هل يوجد معلومات رسمية عن وجود حالة كورونا في اليمن حتى الآن، أم ما زال الأمر
يعني يشير إلى خلو البلد تماما من هذا الفيروس. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحمد لله لحد الآن لا توجد أي حالة كورونا في اليمن، تمام. هناك بعض البلاغات التي تصل غرفة العمليات بأن هناك حالة مشتبهة، ولكن في الأخير ما هيش حالة كورونا. يعني أصبح المواطن في حالة خوف دائم، يعني مجرد ما تجي له شوية إنفلونزا أو شوية نزول أو سعال أو كذا يقول أنا خلاص عندي كورونا، من نفسه يعني يتكلم ويشتبه هذا. ولكن عندنا فرق الاستجابة تنزل عندما تصل إليها البلاغات إلى أي واحد، وتشوف الأعراض وتشوف تتأكد وتطبق تعريف الحالة القياسية اللي صدرت عن الأمم عن منظمة الصحة العالمية. نعم. ما هي يعني الحالة المشتبهة، وما هي الحالة المؤكدة، وما هي الحالة المحتملة؟ نعم. طيب دكتور، الحالة يعني الحالة المشتبهة. نعم، أكمل تفضل. عفوا، الحالة المشتبهة مثلا، طبعا الحمد لله لحد الآن ما فيش ولا حالة مؤكدة أو مثبتة. ونقصد بالحالة المؤكدة والمثبتة هي الحالة التي تعاني من أعراض مرض كورونا. نعم. اللي هو عبارة عن الحمى العالية والسعال وضيق في التنفس، ولا يوجد أي أسباب أخرى مؤدية لهذه الأعراض التنفسية. نعم. بالإضافة طبعا لو وجدت وثبتت في وحدة البي سي آر خلاص تعتبر حالة مؤكدة. لكن الحالة المشتبهة التعريف القياسي لها أن تكون الحالة هذه المشتبهة يعني موجودة فيها الأعراض التنفسية اللي ذكرتها، اللي هي الثلاثة. نعم. اللي هو الحرارة عالية أكبر من أو تساوي 38 درجة، وأيضا عند الحالة تكون سعال، عندها ضيق في النفس، هذه الأعراض بدون أي أسباب أخرى. بالإضافة إلى جانبها أن يعني هذه الأعراض إذا اجتمعت دكتور، ولو قاطعتك هنا، هذه الأعراض الثلاث إذا اجتمعت، ارتفاع لدرجة الحرارة مع سعال، مع سعال جاف، سعال جاف وارتفاع درجة الحرارة، وما هي الثالثة؟ ضيق في التنفس. ضيق في التنفس، هذه الوجدات يعني تشير إلى أو بدلالة كبيرة إلى وجود إصابة، يعني تخضع للفحص مباشرة، يعني وتحديد ما إذا كانت مصابة أم لا. إلى جانبها لابد من توافر أشياء أخرى، هذه بالإضافة إلى عوامل خطورة لازم تكون موجودة بجانبها. عوامل الخطورة أن يكون مثلا هذا المصاب عائد من دولة منتشر فيها وباء كورونا، دولة خارجية. نعم. عاد خلال 14 اليوم الماضية مثلا، أو أن يكون يعتني بشخص مصاب بالمرض، أو نعم. أن يكون من العاملين الصحيين الذين يرعون المرضى المصابين بهذه الأعراض التنفسية. نعم. لو اشتركت هذه مع بعض أي منها إلى جانب الأعراض الثلاثة ممكن نقول حالة مشتبهة، ولا نقول مؤكدة إلا بعد أن تطلع لنا نتيجة. جميل. الفحص عبر وحدة البي سي آر. جميل دكتور، هناك نقاط مهمة سأعود إليك وسنناقشها سويا، ولكن سأذهب الآن لأرحب بضيفي من تعز أيضا، الدكتور مختار المليكي، نائب عميد كلية الطب في جامعة تعز. دكتور مساء الخير. أهلا بك دكتور. يعني نتحدث اليوم عن مخاطر وصول وباء كورونا إلى اليمن، يعني حبذا دكتور لو تعطي الناس نبذة عن ما هو الحجر الصحي وما هي الشروط والأهمية من تنفيذ هذا الحجر، لأن الأمر يبدو ملتبس بشكل كبير لدى الناس ولا يدركون ما هو الحجر الصحي. مساء الخير عليكم وعلى المشاهدين والمستمعين جميعا. قبل ان نتكلم عن الحجر الصحي او الحجر الطبي، اريد ان اوضح انه يجب ان الناس يفهموا لماذا نقوم ببعض الاجراءات او نطلب بعض الاجراءات. نعم. في حال لم تعلم الان حالات في اليمن. اولا ان النظره لاي وباء لا يتم من خلال ما يسمى بالمكلف الوبائي،
وهو عبارة عن ثلاثة عوامل أساسية إذا توفر فيعتبر أن البلد تحت طائلة الوباء. نعم. هي وجود العامل المسبب، ثم البيئة المناسبة، ثم الأشخاص القابلين للإصابة أو الذي يمكن أن تحدث عندهم الإصابة. إذا نظرنا للوضع في اليمن، فطبعا البيئة ليست أحسن حالا بشكل عام، طبعا بدون التفاصيل، ليست أحسن حالا من البيئات التي انتشر فيها الفيروس، وكان يعني له بؤر شديدة ما كان في الصين أو ما هو الآن في الدول الأوروبية. طبعا ولا أحسن طبعا من دول الجوار التي انتشر فيها، واليوم يعني فيها زيادة في عدد الحالات. إذا نظرنا إلى العامل المسبب هو كورونا فيروس 19 أو كوفيد 19 المعدل طبعاً، وطبعاً العامل لن يصل اليمن، ولكن إمكانية وصوله موجودة قريبة، وإن كان العزلة المفروضة على البلد يعني عدم وجود حركة ملاحة جوية أو يعني كثيفة، عدم وجود حركة سياح يعني أدت إلى حد ما إلقاء اللي هي طريق العبور. طيب دكتور يعني اعتذر منك ولو قاطعتك هنا. نعم دكتور اعتذر على المقاطعة ولكن لا أسمعك بشكل جيد، و يعني أتمنى لو تغير موقعك كي تتحسن الشبكة قليلا، و أو سيتم معاودة الاتصال بك مرة أخرى من قبل الزملاء حتى نتأكد بأن الصوت مسموع بشكل جيد، وستعود إلينا لاحقا. سأعود إليك دكتور، وأذهب الآن لدكتور فتحي شمسان منسق برنامج مكافحة العدوى. دكتور يعني التمس من حديثك الكثير من النقاط المهمة، أعتقد يعني فيما يتعلق بتحديد الحالات كما قلت دكتور بأن الأمر يخضع لتقييم الأعراض أولا، ومن ثم إذا وجدت هذه الأعراض أجريت الفحوصات المخصصة كي يتم التأكد من الحالة. يعني هناك حديث كما تتحدث الكثير من التقارير الطبية في الصين وفي دول أخرى بأن بعض الحالات يعني تكون مصابة بالفيروس ولا تظهر عليها الأعراض، فعلى أي أساس بنيت هذه الآلية؟ طبعا نحن في مكافحة العدوى عندنا في حاجة اسمها سلسلة العدوى. سلسلة العدوى هذه انه في يكون هناك انفكشس ايجنت اللي هو العامل المسبب للمرض، مثلا فيروس كورونا. نعم. في معاك الريزيرفر اللي هو الخازن للمرض. الخازن للمرض هذا هو الشخص الذي يستقبل العدوى بالفيروس اللي هو كورونا كوفيد 19، يستقبل ويبقى الفيروس موجود فيه في فترة تسمى بفترة الحضانة. نعم. فترة الحضانة للفيروس في جسم الإنسان ما بين يومين إلى 14 يوم. نعم. خلال هذه الفترة هنا تكمن الخطورة عندنا، ما تظهرش على المريض أي أعراض قبل المرور بفترة الحضانة. فترة الحضانة اللي قلت عليه من يومين إلى 14 يعني ممكن في أقل يعني أقل حاجة ممكن تكون يومين، وأكثرها ممكن 14. نعم. متى تقل فترة الحضانة ومتى تطول؟ في عندنا ناس الذي هم المستعدين وعندهم الاستعداد لتقبل العدوى، زي الناس الذي هم يعني عندهم أمراض في الجهاز المناعي، مصابين بالإيدز، الناس المصابين بالدرن اللي هو السل، في معاك الناس الذي هو يعني عندهم الأمراض المزمنة، أمراض قلبية أو أمراض في الكلى، فشل كلوي ويخضعوا للغسيل. بالنسبة لمرضى السكر والضغط الذي تجاوزت أعمارهم 60 سنة. بالنسبة لمرضى السكر والضغط ولو قاطعتك في هذه النقطة، هناك كثير العدوى وتؤثر عليهم. دكتور ولو قاطعتك، هناك كثير يعانون من ربما مرض العصر يعني السكر والضغط، هل يعتبرون من الفئات التي يعني يعتبر هذا الفيروس يشكل خطورة كبيرة عليهم؟ ايوه، لابد لهم من رعايه طبيه عاليه. هذه الفئات الضعيفه، الفئات العمريه الضعيفه طبعا، الذي هم امراض مزمنه الى جانب امراض الجهاز المناعي. نعم. اما بالنسبه اللي قلت عليهم اللي هم الناس الخازنين للمرض، هذول بيستمروا يوزعوا للاخرين. نحن الان في المحافظه مثلا في تعز اتخذت اجراءات احترازيه كثيرة، من ضمنها إغلاق المدارس والمعاهد والجامعات،
وأيضا مكتب الأوقاف عمم على خطباء المساجد بتعليق صلاة الجمعة والجماعة في المساجد وأن يصلوا في بيوتهم. هذه الإجراءات إلى جانب إغلاق أسواق القات وإغلاق الأسواق العامة الكبيرة، المولات، التجمعات، صالات الأعراس الغيره. تعتقد الإجراءات المتخذة حتى الآن هي كافية نوعا ما؟ هي إلى حد ما هذه الإجراءات تؤدي إلى الحد من انتشار العدوى. لا سمح الله، لو زي ما سألت أنت وقلت أنه خلال فترة نشر المرض عندما يبدأ أو نشر الفيروس بين الآخرين من قبل الأشخاص الذين لا تظهر عليهم الأعراض، هنا لما نتخذ هذه الإجراءات وأن لو الكل التزم بما صدر من توجيهات عبر السلطة المحلية والأجهزة التنفيذية في المحافظة لحققنا الكثير من الفائدة في الحد من انتشار العدوى وقلة انتشارها بين المواطنين. لكن للأسف لحد الآن هناك نوع من الاستهتار من قبل المواطنين، مش ملتزمين، يعني ما فيش. لابد هنا من تعاون قطاعي، قطاع الصحة إلى جانب قطاع الأمن إلى قوات الجيش، الكل لازم أن يشترك في تطبيق هذه التوجيهات، لأن في الأخير هي لمصلحة المواطن. طيب يا يعني دكتور، يعني قبل أن نتحدث عن موضوع الالتزام والحج في الحارة. دكتور، قبل أن ندخل في الحديث عن موضوع الالتزام والحج، أيضا يعني لازم أن نستوضح في بداية في موضوع التشخيص. يعني هناك أيضا بعض الحالات في دول أخرى تصل إلى المستشفيات وعليها مصابة بالفيروس لكن عليها أعراض خفيفة بسبب قوة مناعة هؤلاء الأشخاص، وبالتالي قد يكون الشخص مصاب ولكن بنظركم بأنه يعني يحمل أعراض خفيفة ولا يجوز أن يخضع إلى الفحص مباشرة. يعني لماذا مثلا لا يفحص الناس بشكل مباشر، يعني في تحديد ما إذا كان مصاب أو لا، بمعنى أنه الشخص شك أنه مصاب بالفيروس حتى وإن كنتم أنتم كأطباء تجدون أن الأعراض التي لديه ليست يعني تشير بشكل رئيسي إلى إصابته، ولكن يفتح المجال للناس كي يتأكدون. يعني هل هذا الأمر وارد أم أنه يمنع؟ طبعا الفحص مكلف جدا، مش كأي فحص ان انت تجي تفحص عينة الدم ولا كذا، لكن لابد من ان يكون العامل الصحي او المستشفى او المؤسسة الصحية يعني لديها قناعة بأن التعريف القياسي انطبق على هذا الشخص علشان يتم عمل الفحص، لأن هناك حالة دكتور يعني هناك حالة مصابة يعني درجة الحرارة عندها لم ترتفع إطلاقا وهي مصابة ونشرت العدوى للكثير من الناس. زي ما قلت لك يعني هو الآن لحد الآن ما فيش أي حالة، بآخر تصريح لمنظمة الصحة العالمية وللوزارة الصحة العامة والسكان بالعاصمة المؤقتة عدن يعني أعلن أنه ما فيش يعني ولا حالة لحد الآن في مصابة في في كل المحافظات المحررة، لكن يعني نحن الآن نتخذ الإجراءات الاحترازية. نحن نريد الحد من انتشار العدوى. لدينا فرق استجابة موجودة في كل المواقع وفي المديريات. هذه الفرق لديها أيضا ناس عاملين في المنافذ البرية اللي تدخل على المحافظة، لديهم إجراءاتهم اللي تدربوا عليها لكي يعني يرفعوا تقريرهم في الاستجابة السريعة، والحمد لله لحد الآن لم نتلقى أي تقرير يؤكد وجود. طيب ابقى معي دكتور، مصابة بفيروس كورونا. ابقى معي دكتور، أعود لضيفي الدكتور مختار المليكي نائب عميد كلية الطب في جامعة تعز. دكتور نعتذر منك، يعني كانت الشبكة رديئة نوعا ما منذ قليل، الآن أتمنى أن تكون تسمعني جيدا إن شاء الله. نعم. طيب دكتور، يعني قد تحدثنا عن نقطة الحجر الصحي ولرداءة الصوت لم يفهم الناس ما الذي تحدثت به بالضبط، يعني كيف يكون الحجر الصحي وما هي الأهمية وما هي الشروط؟ نعم، أنا كنت يعني أركز على فكرة أو أريد أن أقول لماذا مطلوب من الناس أن تسمع أو تلتزم بالتعليمات التي توجه قبل
نتكلم عن يعني كيف يطبق الحجر الصحي. لكن المعلومات او الشيء الذي يجب ان يعني يصل الى المستمعين هو انه الوباء بعوامله التي تدرس في اي مكان في العالم هو وجود العامل المشتت والبيئه المناسبه لحدوث الوباء ثم قابليه الناس للاصابه او لحدوث العدوى. هذه الثلاث العوامل موجوده. يعني احنا اذا تكلمنا عن ورغم يعني أن البيانات عن الكورونا لا زال حتى الآن ليست في الوضوح، ما زال هناك كثير من المعلومات ناقصة. يعني هناك عرفنا أنه ينتقل عن طريق الرذاذ وعن طريق الاحتكاك في الأسطح، لكن لا زال يمكن دراسة أو دراسات أخرى ممكن أن تظهر أشياء مختلفة على يعني نسبة أو عدد حالات الإصابة أو سرعة الانتشار الهائل للفيروس. يعني كانت مؤشر انه ينتقل بطرق سهله، وطبعا هو الانتقال عن طريق الرذاذ او عن طريق الاحتكاك بالجسم او الاحتكاك بالاسطح، طبعا واحد من الطرق المعروفه انها من اسهل الطرق لانتقال العدوى. نعم. طبعا نسبه الاناثه بالنسبه للفيروس عاليه، اللي هي التفاتيلتي بالنسبه للعاليه، ونسبه سيحدث ما نسبه اناثه اليوم تقريبا كان العدد تعدى 19,000 حاله وفاه على مستوى العالم. قلنا بالنسبه للبيئه ايضا يجب ان لا نغفل انه يعني اليمن يعني في وضع سيء، اليمن في حرب، واليمن في حصار، واليمن في وضع صعب في غياب او انهيار كامل يعني نستطيع ان نقول عليه للمؤسسه الصحيه. يعني كل الامكانيات الموجوده الان هي امكانيات يعني تقوم بشيء يصير فقط. انما قوه او نقطه القوه في الموضوع انه اذا تمكنا الان من الالتزام وتمكنا من تطبيق الحجر الصحي بشكل سليم فبامكاننا منع دخول الوباء. لكن في حال حصل انتشار الوباء او ظهر الوباء في الداخل ففي هذه الحاله يعني وضعنا ليس احسن من الدول الاوروبيه او من الصين او من غيرها. نعم. ماذا نحتاج لنطبق الحجر الصحي؟ الحجر الصحي يحتاج اولا، وهذه نقطة يعني نقولها دائما، اولا لابد ان يكون هناك التزام حكومي. نعم. ايضا يعني دكتور هناك ثمه من يتساءل يعني عن جدوى الحجر الصحي في مجتمع يسوده الفقر وغالبيه الناس يعني يعملون على دخلهم اليومي يعني المحدود الذي يعيشون عليه. نعم معروف هذا، ولذلك يجب على السلطات، يجب على الحكومه او السلطات المحليه ان تتخذ تدابير مناسبه، و هناك يعني تطبيق لمستويات الحجر الصحي ليس كل الحجر الصحي يطبق في الصوره النهائيه التي وجدناها في بعض المدن. هناك مستويات لتطبيق الحجر الصحي، هناك مساله عزل الاحياء، هناك تقسيم المربعات السكانيه، هناك موضوع غلق المنازل او المداخل، هناك اسلوب التقصي للحاله التي كانت اما انها كانت في سفر الى بلدان موبوءه او كانت على احتكاك بشخص مريض. هناك يعني اكثر، هناك طرق كثير ممكن تطبيقها في موضوع الحجر الصحي. نعم. يعني نوصل اذا وصلنا الى النقطه الاخيره فهذا طبعا التزام ايضا على الحكومه وعلى السلطات المحليه في كل المحافظات ان تقوم بعمل بدائل، يعني توفير مواد غذائيه اساسيه، توفير اغاثه، توفير دعم، لانه الطريقه الوحيده التي نمتلكها الان نحن امام مرض او فيروس لا يتوفر له لقاح ولا يتوفر له علاج. كل المحاولات التي تتم في العالم لحد الان لم تنتج يعني علاج ناجح او لقاح فعال بصوره كامله. نعم. وبالتالي امام هذه الصوره يعني لازم انه هناك بدائل، البديل الوحيد انه الناس لازم في حال احتجنا ان نطبق حجر صحي كامل يجب ان يلتزم الناس وان يلزموا بيوتهم بشكل كامل، وان تقوم الحكومات بايصال اغاثه وايصال المواد المطلوبة خلال فترة نعم. إذا وضحت الصورة، أشكرك. الآن النقطة الهامة بالنسبة لنادي اليمن. نعم. وإن كان يعني أنا ذكرت قبل بالإضافة الأولى يعني أنه عدم وجود حركة ملاحة، عدم وجود يعني سياح أو حركة لأجانب في اليمن بشكل كبير بسبب الحصار وبسبب إغلاق الموانئ الجوية والبحرية. هذا قلل او ابطا من سرعه وصول الفيروس. فامامنا فرصه ان يتم الان التشديد على موضوع المداخل، وطبعا سارجع لموضوع الالتزام الحكومي لانه يجب وهذا واجب اخلاقي وواجب قانوني
على السلطات سواء كانت السلطات التي هي في الحكومة الشرعية أو الحوثيين في صنعاء، يجب على الجميع أن يقوموا بواجبهم في إبلاغ أي معلومات عن وجود حالات عادت من بلدان موضوعة لم تسجل أو كانت مصابة. هذا طبعا واحدا من اهم المهام اللي نطلبها من الجهات السياسيه. نامل ذلك ونامل ان يكونوا بحجم المسؤوليه القائمه. اشكرك دكتور مختار المليكي نائب عميد كليه الطب في جامعه تعز، كنت معنا من تعز، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، يعني امام هذه الحاله وبالوقت الذي العالم يعني الغى كل الفعاليات والتجمعات، وفي بعض الدول يعني اجري حظر تجوال لمنع تجمع الناس، هناك أيضا مناشدات كبيرة للناس داخل اليمن منذ يعني ما يقرب 10 أيام ماضية، ولكن لا توجد أي استجابة. وجدنا في الجمعة الماضية أقيمت صلاة الجمعة في العديد من المساجد وكأنه يعني لا يوجد شيء، وكأنهم يعيشون الوضع الطبيعي. ما زالت التجمعات بالأسواق على ما هي عليه، ما زالت هناك الأعراس والفعاليات والتجمعات الدينية قائمة. يعني هنا نشاهد في هذا الفيديو الذي سيعرض الآن مجموعة من المقاطع التي تظهر يعني عدم اكتراث الناس ولا مبالاتهم أمام هذه الجائحة. نشاهد سويا. حجر صحي، حجر صحي، الله والحجر الصحي باليمن ما شاء الله ما شاء الله، حجر صحي باليمن ما شاء الله. الرغو الخارجين قبل الرغو بمدرسة خارجين من السعودية، هذه الخدمات المتوفرة اسمه يقولوا عشان الله مرة ثرور يا كوف على كعب معتمد على الله سلطات ولبيك في الشارع قالك مرض كوريريا لا كمامات ولا معقم ولا هم يحزنون طري يا عم طري البركه البركه شعب متوكل على الله على نعمه نعمه من الله اها في الشارع في الشارع يا عمنا في الشارع يا ابو هنيه وانت تجتمع. إذن مشاهدين، هذا جزء من بعض المقاطع الكثيرة التي تم تداولها عبر السوشيال ميديا، والناس متجمعة وتعيش حياتها بشكل طبيعي، وبالتالي هو واقع مؤسف للغاية. الناس يجب أن تدرك وتتحمل مسؤولية كبيرة أمام يعني ما يحدث وأمام الخطر المحتمل وصوله إلى البلد. أرحب بضيفي من المكلا مدير مكتب الصحة بساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري. دكتور رياض مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك دكتور رياض. يعني كيف هو الوضع في حضرموت أو في ساحل حضرموت أمام هذه الجائحة المنتشرة؟ طبعا نحن في ساحل حضرموت نحاول جاهدين مع كل السلطات مع كل الجهات ذات العلاقة أن نعمل سويا فريقا واحدا من أجل أن نجنب بلدنا هذا الوباء العالمي من خلال عدة إجراءات تمت ومستمرة. هذه الإجراءات إن كانت في جوانب صحة المواني واستقبال الوافدين، إن كان في عبر البر أو البحر أو الجو، وعندما تم إغلاق المنافذ كانت خففت علينا شوي في الضغوطات للوافدين، لكن المواني ما زالت هناك بعض الوافدين الذين يصلون إلينا عبر القرن الأفريقي واتخذت فيهم إجراءات لمنع دخولهم إطلاقا إلى المحافظة. يعني دكتور هنا نقطة مهمة، بعد إجراءات إغلاق المنافذ هل ما زال التوافد قائم من القرن الأفريقي إلى الأراضي اليمنية؟ هناك بعض الذين يصلون بطريقة غير شرعية إلى عبر البحر، فهناك يشكلون مشكلة ويشكلون خطورة كبيرة جدا. اتخذت مجموعة من الإجراءات من قبلنا أو من قبل اللجنة العليا للطوارئ على مستوى المحافظة لمنع وصول هؤلاء إلى منفذ أو إلى المواني التي مسؤولة عنها ساحل حضرموت. نعم، لكن ما مدى التزام الناس بالحجر الصحي؟ يعني
حضرموت هناك إجراءات واضحة اتخذتها السلطة المحلية، وهناك الكثير من التعميمات، لكن ما مدى الاستجابة وما مدى الالتزام في حضرموت؟ طبعا بدأنا نحن في حضرموت في أولا رفع مستوى الوعي لدى المواطنين من خلال كل وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال الإذاعات المجتمعية المحلية والفرق الطوعية، كل هذا عملنا على حشودات وتوصيل رسالة قدر الإمكان وعبر أئمة المساجد لتوصيل رسالة إلى المجتمع بشكل كبير في الفترة الماضية. انتقلنا للمرحلة الثانية اللي هي مرحلة التوجيهات والأوامر من قبل السلطة المحلية، وبدأنا اليوم ويوم أمس في إجراءات صارمة من قبل السلطات الأمنية بتوجيهات من السيد اللواء ركن فريت المي البحثني محافظ محافظة حضرموت باتخاذ إجراءات صارمة لمنع التجمعات وفض كل التجمعات من قبل السلطات الأمنية على في المحافظة. نعم، لكن دكتور يعني هناك استياء كبير للمتابعين للوضع في حضرموت، هناك يعني فعاليات دينية ما زالت تقام و بحشود كبيرة خصوصا في ما يتعلق بالاحتفال بالإسراء والمعراج، هذه الفعالية التي ألغيت في العديد من الدول بالظرف الاستثنائي الذي تعيشه أو يعيشه العالم، ما زالت قائمة في حضرموت والأمور على ما هي عليه؟ طبعا نحن في فعل حضرموت لم تقام مثل هذه الاحتفالات، ربما في الوادي والصحراء تقوم مثل هذه الاحتفالات لأن هناك أماكن مخصصة وأماكن تهتم بهذه الأشياء، وأتوقع أن في إجراءات تم في توصيل رسائل، وأيضا هناك توصيل رسائل للمجتمع بعدم المشاركة وبعدم الحضور إلى هذه التجمعات، فأتوقع أنها خفت الزحمة اللي كانت معهودة واللي كانت من السابق في السنوات الماضية كانت تحدث بتجمعات كبيرة جدا مع التوجيهات ومع التحذيرات اللي تمت هناك قلة في عدد المتوافدين على هذه الفعالية. نعم، إذن أشكرك دكتور رياض الجريري مدير مكتب الصحة بساحل حضرموت، كنت معنا من حضرموت، شكرا جزيلا لك. وأعود لضيفي عبر الأقمار الاصطناعية الدكتور فتحي شمسان. دكتور فتحي، لو تحدثنا هنا عن فكرة الحجر الصحي، يعني هناك الكثير من الاستياء للناس المتابعين للواقع في اليمن بعدم اكتراث الناس وعدم التزامهم بالحجر الصحي. اولا يعني لو تضع للناس فكره، ما هي فكره الحجر الصحي وكيف يكون؟ راح الصوت. نعم دكتور، تسمعوني الان؟ دكتور هل تسمعني؟ نعم، إذن يبدو أن الاتصال بالدكتور فتحي فقد وداهمنا الوقت، وصلنا إلى ختام حلقة الليلة. أشكر جميع ضيوفي، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذا البرنامج الزميل وديع عطا، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى في أمان الله ورعايته.